بعدين معك عسى ما احط لكم بحلجي الا خزيتيني تبي تطقيني بعينك انت يا نيتي من عيني؟ ايه الا ما شاء الله عليك لقمه ورا لقمه مو قادر تصبر ما في نفس يعني شلون واحد ما ياكل؟ لا اكل عليك بالعافيه اشبع بس انا استغرب يعني شلون لك نفس تاكل عقب اللي سويته؟ كيفي وانا كذي عاجبني اذا مو عاجبك الله الباب ياسع جمل يلا ديه صج يا سي السيد عدت بالصج انا لا مو عاجب بس شو نسوي اذا طاعك الزمان ولا طيعه شوفي سكتي وخليني اكل على راحتي لا تتكلمين ولا كلمه اي مو انا ساكته من سنين رابطه حلجي ومخيطه بخياط علشان ما ابي اتكلم بس بعدين خلاص سكتي ما دام اني عايشه تتكلمين ولا كلمه لا اذا الاذيه وصلت لعيالي يكون بعلمك بتكلم ماني صاكه حلجي شنو عزمت لعيالي شلون صوت عيالي شلون الحين شفتي خلطوا في اللقمه انت اللي لوعت حياتنا انا بعرف يا اخي عيالي هذيلا لمتى يدفعون ثمن اخطائك وما لهم ذنب وشنو اللي يدفعوا عيالك يلا خليني انا ما شفت شيء اي لانك ما تبي تشوف وشنو اللي تشوفينه انت انا ما شفته اي انا اقول لك شنو شايفه شايفه الظلمه بحياتهم شايفه الضيمه بحياتهم شايفه البهذله بحياتهم بنت نيران نيران دفعت سنين من عمرها ليش علشان قمارك ولعبك بعت بنتك بيع بالرخص انت بيدك قاعد تحرق عيالك وانت تطالعهم وتطمش عليهم وتضحك انت اللي بتحرق البيت هذا بيدك انت ما راح ترتاح لما تشوفنا خيار رايح ناج قدامك برافو حلو يا سلام شو الاداء الجميل اللي قاعد تسوينه شالكلام الحلو المصفصف انت لو شوفت الحين مخرج سينمائي ولا شوفت مخرج مسرحي ولا تلفزيوني يعطيك فلوس يقول هذه النجمه بنصيدها خلاصنا لقينا هذه احلى نجمه اوه بنتي عيالي هذا اللي انت تبينه هذا اللي تفالح فيه ما وراك كله نتنازه هذا سيفه وهذا خراجينه ايش ماخذه منك انا انت لا صكت الحين بالصحن عليكم السلام هلا يمه بلت كملت التم الشمل اذا انا امكم ماني طايق اشوفها واقعد معها واسولف معاها بعد انت زود جايين اقوم احسن لي من القعده اللي انتم فيها اطلع ما من وراك فايده ولا عايده ما وراك الا الاذيه والتنازه ما وراك الا الديون وطقه البيبان وتبيعنا بالرخص انا وعيالك حسبي الله ونعم الوكيل فيك حسبي الله ونعم الوكيل خير يما ايش صاير ايش صاير بعد حسبي الله ونعم الوكيل ما يخالف يا يما هنتي هدي بس طولي بالك يا حبيبتي طولي بالك العفو يبا كان زين عادي يبين بعيون بعض الناس اللي ما يترسها الا التراب لا تعتي يبا يبين بس يبا كان خليت قطتك على سيارتك بدل ما الريال اللي تعنا بنصاف الليالي وانت اللي قلت انا متاخر وعندي موعد مع عمي يبو انت اللي اخرتنا ببيت العروس الله يهداك والله كبرت يا صغير قمت تخطب وتعرس
يبا انت احلى عرس في الدنيا كلها. تسلم يا يبا تسلم. هذا الحين انزل عشان ما تاخر على عمك. ها من يوم رايح عاد ما في هياته يمين يسار. ها راح ورده ما في زين ان شاء الله. يلا قواك الله على هالخشب. حياك الله يبا. حافظك الله. حافظك الله. فهم الله. فهم الله يبا. شلونك؟ هلا هلا غصن. شخبارك؟ بخير. غريبة يا إن هالحزة، مو من عوايدك. ياكم هالحزة لأن عندي خبر يفرحكم. زين قول، نبي نستانس. قول. عمي وين؟ أبوي داخل. قول تكفى. زين نادي عمي. يبا يبا تعال صقر هني. زين يلا عاد قول شنو الخبر؟ ما راح أقول لما يجي عمي. أها يلا. صير. هلا 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 عمي هلا. خشمك. شلونك؟ شو اخبارك؟ بخير يا عمي. صقر انا ما توقعت اني. ليش ما توقعت؟ ايش عسى ما شر. انت صقر الله يهداك بعد هم ما ادري شلون تغط تغط فتره ما ادري عنك فجاه الاقيك كذي طالع فقع. ترى حتى بالنادي انا ما اشوف الا بالتمرين بس يخلص تمرين يبا ما اشوف الا اخبارته. تعال حياك حياك. الله يحييك. حياك صقر. صقر زين قول لنا شنو الخبر الحلو اللي جاي تقوله لنا؟ ان شاء الله ان شاء الله. يلا عاد ونسنا. أنا أقول لكم ليش كنت مختفي. أنا عندي خبر يفرحكم. وقلت أول ما أطلع من هذاك المكان أنتوا أول ناس أبشرهم. لأن أنا ما أستأنس إلا معاكم. خير صاير. يلا عاد قول لا تقعد تاكلنا بحكيك الحلو. باركوا لي. أنا خطبت. ألف ألف مبروك. تستاهل يا صقر تستاهل. الله يبارك فيك يا عمي. وها غصن ما لي تحس. أنا وايد مستانسة عشانك. كثر ما أنا مستانسة مو عارفة شنو أقول. ايش عندي سمار بعد متصل. الو هلا سمار. خير الله يسلمك. احنا عند بيت اخوي واخوي يبيني وبدش عند البيت عش حق والله ما يندر ما ادري مصباح الله خير. تعالي البيت بالليل ابيك ضروري وجيت للحين. يلا خير. تسلم تسلم. السلامة. سلام عليكم. السلام. شلونك؟ الله يسلمك. وين عمك ابو صقر موجود؟ لا مو موجود عمي. ها وين راح؟ ما ادري والله. شلون قايل لي انطرني هني شلون ما يقول؟ يا الو الو هلا ابو صقر. هلا ابو مشعل. وصلت؟ ايه وصلت. انت وينك؟ انا جايك بالطريق. ايش حق تقولي تعال وتعال ولا جيتني لج وما القاك في البيت؟ انطرني يا ايوه. لا تروح مسافه الطريق واكون عندك ان شاء الله. ماني ناطرك. عيب عليك تنطرني انا اخوك العود. ماني ياهل عندي كانت توديني وتجيبني على كيفك. ماني موظف عندك. اذا منت قد انك تنطرني انا حتى انا ماني ناطرك. يعني كان عندي مشوار يا ابو مشعل وانشغلت الصار طارت الدنيا. خلي نجيب يحط لك اي شيء على ما اوصل انا. ايه 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 يلا فما الله. نجيب. نعم. انا يعان. تبي اسوي لك سندويش جبن؟ لا لا شنو جبن؟ شنو جبن رايح مدرسه انا؟ أترس بطني أبي سندويشة ثقيلة
سوي لي سندويتشات دياي تشيكن يعني؟ اي تشيكن ولا مو تشيكن مع سندويتشات حلوم بس كافي مع السلطة ومع الميوة. شنو يعني ميوة؟ ميوة يعني فاكهة. فاكهة فاكهة عرفتها. عرفت؟ اي يلا سرعة جاتك. يلا يلا ليش قاعدة تبجين؟ يعني كنت ظن أنه كان بيخطب واحدة مثلك؟ على شنو؟ حق شنو؟ والغلطة غلطتك؟ ليش طلعتي أكثر من واقعك؟ أصلاً أنا منو راح يأخذني؟ يا واحد مطلق، واحد عنده مرة ثانية، وواحد مثل صقر أنا ما أصلح له. يا ابو صقر راح يزعل. انت تاكل هنا يا عمي؟ انت مالك شغل، انا وعمك نياز هذا اخوي، تعلمني روح يجيب العصير. يلا انقلع انقلع ان شاء الله. اي والله عمي يزعل يعني. وعمك قال لي خلي يجهزوا لك شيء تاكله. هلا طيب عندك ريح. يلا ابو صقر. هلا ابو مشعل. طح فالك طح فالك. يلا لقمه لقمه. لا لا مشكور. الحين انت ما لقيت تقعد هني وتاكل الا بالصاله بهالطريقه والشكل؟ ايش فيها السفره؟ ايش فيها طاوله الطعام؟ ما احب السفره. ايش طولها مني لهناك وانا قاعد طرف بروحي كني كرسي من الكراسي؟ ايش حقه؟ انا احب اقعد بروحاتي هالشكل ولا اكل على الارض؟ وانا احب الارض. قالوها منها واليها، احب الارض، اكل على الارض، امشي على الارض، كبرنا على الارض، وما ردنا بنموت تحت الارض. لا حكيم ما شاء الله عليك، لكن غريبة اليوم قاعد تقط درر من حلجك من عوايدك. أنا طول عمري كلامي درر درر. اسم اللي فهمني من اللي قدرني. الناس قدروك يا سيف ما فيه الكفاية، لكن عاد أنت ما قدرت أحد. أنت حين من وكلتني هاللقمتين بطلعهم من كبدي؟ أنا ما بطلع هاللقمتين من كبدك اللي تقول عنهم، أنا بطلع منك كلام الصج اللي يطلع منك غصب. أنا طول عمري ما أقول إلا الصج، بس أنت والله هداكم على بالكم أني أنا أكذب عليكم. لأنك كذاب وعوي يا سيف، وعمرك ما تصلح. أنا كذاب؟ قول لي أنا كذبت عليك؟ عطني كذبة واحدة من الكذب اللي أنا كذبتها عليك. عمري ما كذبت عليك. عطني يلا تحكى، ايش فيك ساكت؟ حاضر يا سيف بتحكى، بس أبيك تعد وياي كم كذبة كذبتها إذا تقدر تعد. مشكور يا عمي. لا صقر لا تقول شكرا، تستاهل كل خير. بعدين خصوصا الليلة ليلة من قدك معرس. الفال غصون إن شاء الله تفرح فيها وجريب بعد. إن شاء الله إن شاء الله الله يكتب لي في الخير. غصون ترى راضية بنصيبها، كل شيء قسمه نصيب. والنعم بالله. إلا تعال صقر، أنت بعد مو على أبو إنك ملشت وتغط وتختفي وتسحب علينا ولا نشوفك بالنادي؟ ها أهم شيء تدريباتك، ترى المباراة ما بقى لها إلا كم يوم. لا تحاتي لا تحاتي يا عمي، أوعدك راح تشوف صقر جديد. لا وراح تمرن أكثر من قبل بعد. إيش تبي؟ طاش يقول أكيد بتقول كذي. الحين البال وارتاح ها، والقلب هم بعد مرتاح. بس يا عمي بس لا تعرجني. البركة البركة. الله يبارك فيك. علامك اليوم فلت القاعدة مبكر مو بالعادة. ايه ورانا طلع الليلة. بلغوك؟ من الصبح. وش ناطر؟ ناطر يجي الموعد وناطر سيفو. سيفو؟ ايه حس الليلة ما يا سيفو. بي والله سمار ما ادري اقول لك، انا سيفو هذا مو لي مبالعة، حاسنا بنروح ملح من ورا ايده. لا لا ما تعرف عدل، بلاك ما تدري شنو عاين تحت المرازم. اصبر شوي اصبر. انت ايش تبي مني بالضبط؟ ترى لا عجبني منك تحكى. ايش تبي قول؟ ابيك تشيل نفسك عني، لا تقط بلاويك ومصايبك على راسي. طلابتك كل يوم والثاني طاقين ويهم شلال وياين الشركه يطالبوني. ايش السالفه ابو صقر؟
هو تشيك باسمك ولا باسمي؟ باسمي أنا. قولهم يا أخي ما عندي. لا، لما يطلعوا من الشركة وسيدة يروحوا النيابة أنا اللي بنسجن مو أنت. وحكي الناس والجرايد والفضايح، الناس شو نقول لهم؟ شو بيقولون؟ يقول لهم فغير مشيكين يودوا الشرطة بيدخلونا السجن لأنه ما عنده فلوس حال حال الناس. ترزق الله مني ومني، لكن أخوه الله مريه عليه مليونير ما يدري عنه ما يدري هو داره. أنت شنو أنت؟ ما تشبع من الكذب؟ مخك هذا شنو مصنع كذب؟ ما يوقف ما يخترب؟ أنا ما كذب إلا كذاب ونص. أنت قايم في واجبات بيتك؟ شايل بيتك؟ هاي ايش قاعد يسوي؟ انا كل هذا اللي قاعد يسويه من حقه، حق زوجتي وعيالي، من يقوم بالتزاماته؟ انت ما تخاف ربك من الكذب؟ انت ما كذبت علي ويتني هنا وقلت لي ابي فلوس الكهرباء؟ ايش صار خير يا طير؟ ويا ترى حليت مشكله الكهرباء؟ دفعت؟ اي انا دفعت. كذاب كذاب يا سيف، لان الوزاره دزوا انذار بالدفع، وولدك مشي على الفقير طلب سلف على معاشه عشان يدفع لهم. تقدر تقول لي يا سيف وين وديت الفلوس؟ بصراحه ابو صقر صار عندي التزامات ولازم اسددها، وان ما سددتها راح يقطوني كلبشوني يقطوني بالمخفر. التزامات؟ التزامات الخمر والقمار والخرابيط الثانيه مو كذي؟ شنو تشكو؟ انا شكو؟ فلوسي ترى ما صار، بيستيل اعطتني يام تبت من علي فيهم؟ أنا عمري ما منت عليك يا سيف، وأنت تعرف هالشيء عدل. الله يا الدنيا، الله الدنيا يا أبو صقر. كذي المفروض تقولي والله إحنا أخوان، حلالي حلالك وحلالك حلالي، وبوقف معاك وأنت أخوي العود. عايش يسمي هذا؟ ما فعلاً حلالي هو حلالك، وعيالك عيالي، ولا عمري فرقت بينهم أو باعت. أي ليش قاعد تستجوبني على حلالك؟ وهالحلال اللي قاعد تتكلم عنه، لو انك توكل عيالك وزوجتك وتستفيد منه ما تكلمت. الا لما تعطيني اياه صار حلالي مو حلالك. الحلال يا سيف قاعد تصرفه على الحرام. انا اتعب واشقى في الحلال وانت تصرفه على الحرام. مو كافي حلال ابوك كله صرفته على الحرام؟ كيفي هذا ورثي وانا بكيفي. ورثك وحلالك بس حرام. حرام لما تقصر على بيتك، حرام لما تورط عيالك، حرام يا سيف. انا حر بكيفي وبضل هالشكل وطول عمري بصير هالشكل. انت ابوي ولا اخوي؟ من هاللحظه هذه يا سيف ماني اخوك. اذا ما تطيعني من اليوم ورايح ماني اخوك، ولا تعرفني ولا اعرفك. ولا انا بيعرفك، لا تعرفني ولا اعرفك. ليكون ابلك انا موظف عندك تعطيني معاش مثل بشعله مسكين اللي قص عليه تاخذ منه كل شهر شهر من فلوسها. اصحي اصحي يا ابو صقر اصحي، ترى انا سيف لا تمن علي بدينارين. يلا عاد يلا ترى اللي ناقص. هي والله يمين علي بالدينارين. شي اكيد عايش هايل. اعرفك ما يخاف عليك قطو بسبع ارواح. لا بس محمد ترى شقردي يعجبك، حطه على يمناك. عدل؟ لا مو عدل، انا وانت ما نعجبه. وعوه هذا يحب سيفوه، سيفوه ثقة عدل؟ تبي الصدق؟ إيه. على شنو إن شاء الله؟ أنت ترى ما تعرف عدل ولا تعرف كفري، أنا خاب زبيدي ها؟ بعدين هذا مثل الطوف المايلة ما ينسند عليها. لا من حر ما في قلبك، كل هذا عشان بنته؟ يا أخي إذا تبيها رجعها، ريحها وريحنا. تولي زين حردها من هنا أنا؟ من حالاتها شابه ابوها. اسمع عاد خلنا نتكلم معك مثل العالم والناس. انا ما اعتمد عليك، وانت من تكفو شغلنا ولا انت قده. مشكور جزاك الله خير. مو كفو مره واحده؟ أنا ترى ما يناسبني هالأسلوب ها؟ لا يعني مو قصدي مو كفو مو كفو. هاي إيش تقصد مو كفو؟ أقصد إن هذا يعني شغلنا مو ملبوسك. تريال 24 ساعة الشرطة والمباحث يلاحقونك من مكان لمكان، وما
ما ادري على شنو يعني شغلك حوار راس ولو عتشد شو الفايده ما ادري. اي بس فلوس كاش ومقدم. اي بس على المدى الطويل وانطر واصبر وعلى ما يجي من برا يلا تقبض. هم فلوسها حلوه. والله هذا شغل تبى صدق كل يوم ساحبينك المخفر ولا ساحبينك المباحث يا قاص على هذا يا كافر هذا يا باخذ فلوس من هذا بالتشذ تزوير يا جايب عمال قاطم بالشوارع هذا شغل زين يعني. اي مو ما يجيك الحلو الا المذوق المر. هذا مو مر الا علقم. لازم اروح بيت عمي وونس. كذي تقدرين تشوفين نفسك صح. مو لازم الصوره تكون عدله عشان تقدر العين تشوفها صح. هذه صورتي ملامح مكسره مع روح مشروخه بالالم شكل بشع ما يشجع اي حد انه يطلب وجهي. يقولون انه حلو وين الحلاوه وين الجمال اللي قاعدين يقولون عنه. انا مو قاعده اشوف جمال. انا مو قاعده اشوف الا حطام وكسر. اكيد ما راح يحبني اذا انا مو قادره احب نفسي. ايش تبيني اسوي؟ انا توني خالص منه وشيمك. ايش تبيني اسوي؟ اذا هو حنه وقرقه اذيه. يلا يلا كان ياي كان ياي بالطريق. سمار انا اسمع صوت محمد. هو عندك؟ ما ادري ايش عنده. يا بالحلال احنا ناقصين تجار اقامات. المهم ايش كثر يمينك عشان توصل؟ لا لا بيمشي بيروح الحين. انت ايش كثر يميلك عشان توصل؟ على ما توصل ما راح تلقى قاعد هني اكيد يكون مشى. ما تقول لي ايش كثر يميلك عشان توصل. يلا كان ياي كان ياي. خير فما الله. مشكور يعطيك العافية. طب الحين بتقوم تطردني صح؟ سب عذرك الريال ما يبيك. وانت من متى تصف فيها؟ أنا أصف مع مصلحتي. وين في مصلحتي أصف معه. ومصلحتك الحين مع سيفو؟ ما شاء الله عليك حدك فانتاستك. فهمتها أنا قايل من زمان أنت فهيم بس ما صدقتني. ترى محمد يعجبك. ما ننحط عليهمنا أدري بس يعني ما أدري حاسنا بزر مال إقامات وكفالات مو مال شغلنا. مشكور أنا بمشي الحين قبل الله يا حبيبك الغالي. الغالي غريبة. شنو اللي بين سمار وسيف؟ سمار وايد قاعد يجامله
والأغرب أن ما حد من الشلة موجود بالشالة. العادة دقدقة وناسة. يمكن سمار طردهم. بس سمار بينه وبين سيف شي شايط وايد. ممكن ناطر يجيب له شيء. أقول روحوا المكان. خلق سيارتي وتالي أعرف شو ناويين عليه. تقدم الأخ بهدف مقابل الشيء. أو توم شاعر راح أغلبك. أنا ما راح ألعب معك مرة ثانية. إيش حقي عشان خسرتي؟ عند العيارة. بعد هذا الصدق ما تعرفين تلعبين. من قال لك ان انا ماخذ دكتوراه بالكره؟ انت تدري ان انا قاعد العب كذي وبس. ترى كره حالة اي لعبه ثانيه. انت المفروض ابوي يلعب معك. شرحنا وطي والله. كنا طيب عندك راي. اتوقع ان ابوك وصل. روحي معود تشوفه ليكون جايب لنا ابوي مصيبه من مصايب اخو. انت ما تعرف ابوي يعني؟ انا قلتك خلنا نروح اشوف. لا 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 انت شايبك ايش دعوه جاي بيتي بس شنو شايبني يا هلا مرحبا اهلا فيك يلا تعال حياك لا 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 خلني قاعد برا الجو وايد حلو عمو غلط يلا حياك يلا. تعال عاش من شافك يا اخوي عاشت ايامك ها انت وين مختفي انا المختفي ولا انت اللي مختفي الله الحين صرت انا المختفي انا وين يا بالبيت يا بالنادي يا بالجامعه ويني على قولتك لا بأمركم البيت بعد بأمركم إيه ضروري تمرنا إن شاء الله إن شاء الله يا رب زين ما باركت لي تكفى من زمان مسامح أخبار حلوة قول لي تكفى لا بتسمع أنا خطبت صدق مبروك يا حبيبي مبروك إيه هذه الأخبار السنة على الخبر بنادي لك الوالدة تيبه بالعين شنو محمد مات منور يا حبيبي منور انا اللي عرف انتو ايش بتسوون السلام عليكم سلام ايش فيك صيفت علينا طيب ايش طويل شو اسوي اطير احنا اللي بنطير عشان نلحق على الموعد يا ايش فيكم مستعيرين احنا موعدين جماعه خاف نتاخر عليهم ويضيع علينا الموعد يا ماني فاهم بالطريق راح تفهم كل شيء يلا يبا يلا 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 خليف سم روح روح جهز الطراد بسرعه ابشر شنو جهز الطراد ما جهز الطراد قاعد يرير فيني وانا ما نعرف شو السالفه شو السالفه وقاعد اقول لك مش معاي وانا افهمك كل شيء جاهز؟ كل شيء جاهز طبعا
يلا يلا سيف وسمار. هذا انت ما مشيت؟ لا ما مشيت. شنو لابد؟ لا مو لابد ولا شيء. انت قاعد تظلمني ها؟ والظلم حرام. انا قلت طلعتنا شي كلنا مع بعض احلى لما نكون على قلب واحد. ولا انا غلطان؟ شنو شنو؟ شنو وين بتروح يا حبيب امك انت؟ لو سمحت انا مو قاعد اوجه لك الكلام، قاعد اكلم سمار. سمار يقول لك انت وين بتروح معانا اصلا؟ بروح وياكم الطراد، ريلي على ريلكم. شنو شنو؟ لحظه لحظه يا سيف، واذا قلنا لا ايش بتسوي؟ ما راح اسوي شيء، لان اللي ما يبيني انا ما ابيه. وبعدين ترى انتم تحتاجوني، ما تدرون يمكن واحد يعلم عليكم الشرطه ويبلغ عليكم. كان انا وياكم، مو تبون واحد يبربش لكم؟ انا ما تهدد يا محمد، وترى مفتاح الشر كلمه. لا انا اقدر اهددك؟ انا اصلا اتمنى اني اكون ايدنا ياديك. انت لو تصير ايدي اقصها، بس على العموم انا موافق انك تجي معانا. شنو سمارت من صدقك تينيت؟ ايش حق يروح معانا؟ لحظه يا سيف، رجاء لا تدخل بيني وبين ريال. انت وياه لازم تسمعون كلامي، خصوصا هالحزه. يصير خير يا سمار، ما عليه يا رجعنا يصير خير ان شاء الله. لي كلام ثاني معك. وانا حاضر لك باي وقت، وبس نرجع راح اسمع كلامك واطيعك. عيل خلنا نمشي، تاخرنا على الجماعه. وانت يا سيف روح الشاليه انطرني على ما اخلص ورد. انا ما بكتي معانا عشان نزرع الصحه. ايش عليك منه زين بيجي معاك انا؟ لا لا كله واحد انطرني ان شاء الله. يلا اركب. ألف 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 مبروك يا أخوي، الله يتمم عليك. عقبال ما تشمت فيك. تشمت فيني أنا؟ عقبال ما تشمت فيك أنت. ندور لنا واحد ثالث نقعد تشمت فيه مع بعض. أنا وين يا أخوي والزواج وين؟ أنا خليني أعامل بعمري. ليش قاعد تسولف كأنك شايب؟ ترى أنت أكبر مني بشوي. إيش أسوي يا أخوي؟ أنا ظروفي مو نفس ظروفك. ما عندك أنت مسؤوليات؟ مسؤوليات؟ ليش محسس إن عندك درزن يا هال أنت؟ والله يا اخوي اثقل اثقل من كذي. المهم انت قول لي متى بتخلص موضوع زواجك هذا؟ الاسبوع الجاي. لا وانت ترى معزوم ها؟ انا عازمك. ان شاء الله ان شاء الله. شنو ان شاء الله؟ بنتي غصبا عليك، انت اول واحد. ان شاء الله حاضر. ايه يا معود خلنا نستانس ونفرح، من زمان الفرحه ما دشت بيتنا. ان شاء الله دوم. ان شاء الله. يلا اضحك. كان ضحكت. جايبك البحر اضحك. عط. اوكي يلا سحلوا. سلام. ها شنو اللي شفته توي؟ اسمع انا ابيك ما شفت ولا سمعت شيء. عرفت انك تكلمت باللي شفته راح يكون اخر يوم في عمرك. شغلنا ما يحب الناس اللي تسولف وايد واللي لكم. فهمت؟ فهمت.
شنو فيش صاير؟ انت سمعتي صوت؟ ايه كنا في شيء انكسر. امي وين؟ تركت ودارها. ماي يماي يما وين انت يما؟ يماي يما يماي يما يما شفيت يما رد علي مش حش فيه ما ادري يماي يماي